قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أي أعزنا الله بإسلامه. رجل قوي في دين الله تعالى. وهكذا الدين أحيانا يحتاج إلى مواقف قوية. ورأيت كثيرا من الناس في المساجد وفي غيرها يتخاذل عن نصرة هذا الدين، أكثرهم بحجتين. ورأيت أكثرهم يتخاذلون بحجتين: الأولى لا نريد المشاكل، والثانية هؤلاء من الأهل، ديل أهلنا وماذا أن نختلف معهم، ديل أهلنا وماذا أن نختلف معهم، ما بقولة في الميراث ولا بقولة في مشاكل بتاعة قروش، يعني ممكن مشكلة بتاعة قروش ولا أرض ولا عربية، ممكن يفتح بلاغ في أهله، وممكن يقاطع مش في الدين العظيم، لا يقاطع بس في مناسبة بس، ما جوا بس لقى عندنا سماية بتبتنا والزول ما جا، تاني لا بنجيه ولا يجي في سماية، ما واجب ذاته يجي. عثيمين قال واجبة الوليمة، الوليمة واجبة، وإذا ما ترتب على مشقة وضرر، يعني ما ترتب على ضرر يجي من آخر الدنيا ويتضرر، ولو بيقدر يجي من آخر الدنيا يجي، لكن غير كذي تلقى زعلان. واحدين كمان يقول لك الله يتوفى لنا زول والزول لا ما جانا، عزانا بالتلفون ساي إشاك لهلو ويقاطع، وفي التوحيد والعقيدة والدين يتخاذل يقول لك نحن ماذا أن شاكل الأهل، لأنه الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا شنو أرحامكم. ودي ما الآية، ما هنا الآية دي تفسد في الأرض وتقطع الأرحام بسبب هذا الفساد أو بسبب أمر من أمور الدنيا لا يوجب قطيعة الرحم، لكن كونه تنصر الدين والعقيدة والتوحيد ولو خالف الكلام ده الأهل، ده كانوا عليه والأنبياء. أشفت إبراهيم عليه السلام قال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم النازل اعتزلهم ليه؟ بسبب الحق. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ديل ما خير منه انجت، خلى أهله ومشى عشان الدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله سبحانه وتعالى أداه بدل أهله، أداه نبيين كريمين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لذلك انت كثير من الناس يقول لك احنا ما دارين مشاكل، هو زول ما في زول دار المشاكل، زول عاقل كذا دار المشاكل ما في، لكن انت لما تجي تقول الحق والناس يقفوا ضدك، هل تترك الحق خوفا من مصادمة الناس ولا مجاملة لهم؟ زمان قالوا للأنبياء، لصالح عليه السلام: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فإنت تقول الحق يكون عندك مواقف كما فعل عمر رضي الله عنه. طيب، وقال صهيب رضي الله عنه: لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا وطفنا وانتصفنا ممن غلظ علينا. أي زول كان بغلظ علينا بعد أسلم عمر انتصفنا منه. أسلم عمر رضي الله عنه، وهذه الوقفة الثانية، سنة 6 من النبوة، وقيل سنة 5، أسلم في سنة 6 من النبوة، قيل في سنة 5 من النبوة، يعني قبل الهجرة بثماني سنوات أو بسبع سنوات. أسلم وهو ابن 26 سنة رضي الله عنه. ومن أعظم أسباب إسلامه، ذكر بعض المؤرخين بعض القصص لكن فيها مقال لا أريد ذكرها
لأننا نريد الصحيح ما استطعنا إلى ذلك. لكن من أعظم أسبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما في صحيح الترمذي للألباني رحمه الله عن عبد الله عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، في رواية بعمر ابن هشام، بعمر ابن الخطاب أو بعمر ابن هشام وهو أبو جهل، وهنا قال أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.